هنتكلم عن السب وورد موديلز. في الاول هنتكلم شويه عن اللينجويستكس، وبعد كده هنشوف شويه موديلز، بيورلي كاركتر ليفل موديل وسب وورد موديلز وهايبرد كاركتر اند وورد ليفل موديلز، وبعد كده في الاخر بنتكلم عن فاست تكست امبيدنج بتاع فيسبوك. في الاول بنتكلم على اللينجويستكس، هنعرف شويه ديفينيشنز. اول ديفينيشن هو الفونيتكس اللي هو ستريم اوف ساوند، فوق الفونيتكس الليفل الاعلى منه اللي هو الفونيمز اللي هي اصغر كاتيجوريال يونتس اوف ساوند، اصغر يونت من الساوند احنا بنقدر ان احنا نميزها. والفونيمز دي بتختلف من لغه للغه، يعني مش يعني الفونيمز اللي احنا بنميزها في العربي مش زي اللي بنميزها في الانجليزي مثلا، ومش بس من لغه للغه، دي كمان من يمكن سبيكر لسبيكر. يعني كلمة كوت وكوت هو كان شرحها في الإكزامبل إن هو بيقول لو حد من ساوث إيست أوف يونايتد ستيتس إن هو مش هيحس الفرق ما بين الكلمتين، بس هو بالنسبة له الكلمتين واضحين جدا إن هما كلمتين مختلفين. بعد كده الديفينيشن التالت اللي هو مورفولوجي اللي هو أصغر يونت من الكلمة ليها معنى، يعني زي كلمة unfortunately هو هنا مقسمها لأربع كلمات وكل كلمة ليها معنى. وهنا في المثال ده كان بيقول إن هو كان بيحاول هو واتنين ستودنتس معاه إن هم يعملوا ديب ليرنينج موديل على المورفولوجي ده، بس بيقول إن الموضوع ما انتشرش عالميا لأن هو الموضوع صعب جدا إن أنت توفر داتا سيت فيها كل كلمة متقسمة للمورفولوجيكال يونتس بتاعتها. وبيقول other alternative أحسن منه إن إحنا نقسم الكلمة الواحدة لإنجرامز. وبيقول إن موضوع الإنجرامز ده موجود من زمان جدا، يعني على حوالي الثمانينات تقريبا. كان في حد بيحاول إن هو يجيب الباست تنس بتاع الجملة، فكان بيشتغل على الإنجرامز ده. فهنا مثلا كلمة هلو هو مقسمها لكذا حاجة، يعني 2 انجرامز 3 انجرامز وهكذا. بيقول إن موضوع الباست تنس ده الصعب في الموضوع إن كان في بعض الكلمات ريجولر وبعض الكلمات irregular، فهي دي كانت الصعوبة في الموضوع يعني. فتقريبا في بعض علماء اللينجويستكس هم اللي اقترحوا عليهم تقريبا إن هم يقسموا الجملة للانجرامز كده، والموضوع كان ناجح يعني تقريبا. والإنجرامز منتشرة عالميا وشغالة لحد دلوقتي. هنا كده أتكلم عن الـ words in writing systems. هنلاقي إن في بعض اللغات ما بيبقاش فيها أصلا word segmentation زي الـ Chinese، وفي بعض اللغات التانية اللي الكلمات فيها يمكن تبقى البرونونس فيها بتبقى separated زي الفرنش، وفي بعض الكلمات اللغات زي العربي بتبقى متصلة في بعض زي حروف الجر والضمائر متصلة كلها بالكلمة هنا. وفي الكومباوندز في بعض اللغات بتبقى كلها متصلة في بعض زي هنا الكلمة دي في الجيرمن، هي بتعادل life insurance company employee في الانجليش. وهنا كده بعض الاسباب اللي ممكن تخلينا نحتاج ان احنا نستخدم الكاركتر ليفل موديل. اول سبب هي ان احنا هنحتاج نهندل فوكابلر كبير جدا، يعني مثلا زي المثال اللي قلناه في العربي ان احنا بنكومباين حروف الجر والضمائر في آخر الكلمة، فإحنا عشان نجيب كل الكومبينيشنز بتاعت إن إحنا نضيف حروف الجر والضمائر للكلمة، فإحنا طبعا هنعمل فوكابلر كبير جدا فعشان نهندله يعني. والحاجة التانية الترانزليتريشن، إن أنت علشان يبقى عندك كل الأسماء في الترجمة مثلا، فطبعا الوردز ليفل لازم نحتفظ بكل الأسماء عندنا في الدكشنري، وده طبعا حل مش عملي. الحاجة التالية اللي هي الـ informal spelling، يعني زي هنا good vibes أو الاختصارات.
فعشان كده بيظهر هنا عندنا الكاركتر ليفل موديل كحل بديل يعني عن الورد ليفل موديل، علشان يجنريت امبيدنجز فور انون ووردز وسيميلر سبيلنجز شير سيميلر امبيدنجز، وبيحل مشكله الاوت اوف فوكاب بروبلم. وكذلك الكونكتد لانجوجز زي الصيني نقدر ان احنا نبروسس على الكاركترز يعني. وبيقول ان الطريقتين اشتغلوا كويس جدا تقريبا. وهنا بيقول ان most deep learning NLP works against with language. هو كان بيقول هنا ان الديب ليرنينج موديل بيختلف على حسب اللغه نفسها، لان انواع اللغات نفسها بتختلف. يعني في لغات فونيميك زي الاسباني تقريبا اللي انت بتكتبه هو اللي انت بتنطقه، في لغات تانية فوسيلايزد زي الانجليش مثلا تي اتش مثلا مش هننطقها تي اتش وهكذا يعني، وفي لغات تانية هاي ليفل اكتر يعني مثلا تقريبا كل سيمبل من دول هو بيمثل مجموعة كاركترز في الانجليش مثلا. وفي لغات هاي ليفل اكتر بقى اللي هي الصيني اللي هي كل سيمبل من دول هو بيمثل كلمة او رمز عامل شبه الهيروغليفي كده. وفي الياباني هي تقريبا كومبينيشن من كل الحاجات دي. فهنا بقى نبتدي نتكلم عن البيورلي كاركتر ليفل موديل ونشوف شوية اكزامبلز لمودلز ليه يعني. فكده في حوالي مثلا 2007 2013 كانت بداية أول محاولات كانوا هم يعملوا كاركتر ليفل موديل، بس هم ما كانتش حاجة محاولات ناجحة يعني. على سنة 2016 كده كان قدروا إن هم يعملوا سكسسفول كاركتر ليفل ديكودرز، وعلى سنة مثلا 2015 2016 بدأوا إن هم يعملوا ماشين ترانزليشن إن أونلي كاركتر ليفل موديل، وكان شغال كويس. وهنا ده كده اخر موديل قلناه. كان بيقول ان هو قدر يطلع نتائج كويسه تقريبا قريبه من نتائج الورد ليفل موديل، مع ان الاثنين نتيجته مش كويسه قوي، بس يعني هو قريب يعني من الكاركتر ليفل موديل. بس مشكلته ان هو كان بطيء جدا، قعد حوالي 3 ويكس. وهنا ده اكزامبل لترجمه من فروم انجلش تو تشيك. في المثال هنا هنلاقي ان كلمه زي 11 year old دي تعادل كلمه في التشيك، فالكاركتر ليفل موديل قدر ان هو يترجمها، بس الورد ليفل موديل اعتبرها انون بالنسبه له، ما قدرش ان هو يترجمها. وكذلك الاسم، بس مثلا كلمه weird الاثنين تقريبا ترجموها غلط. وهنا ده كان موديل كانوا الناس بيحاولوا يعملوه على سنة 2017 كده، كانوا بيحاولوا يعملوا موديل علشان يفهم المينينج بتاع التكست في السورس نفسه، اللغة السورس اللي هم عايزين يترجموا منه. فكان الموديل ده عبارة عن كونفينيت 4 أو 5 أو 6 كاركتر، أو قصدي 4 أو 3 أو 5 كاركترز، فوقيها بيدخل على ماكس بولينج ويز سترايد أوف 5، وبعدها بيدخل على هاي واي نتورك، وفي الاخر بيدخل على باي دايركشنال جيتد ريكرنت يونت. ده كده الانكودر. الديكودر بقى هو كاركتر ليفل ديكودر عادي، بس السيستم ده يعني دي كده نتائجه لما ده ادي السيستم في الانكودر وده في الديكودر، ودي كده كانت نتائجه لما كان السيستم ده في الانكودر بس والديكودر كاركتر ليفل موديل عادي، ودي كانت نتيجته وهو موجود في الانكودر وهو قصدي مش موجود لا في الانكودر ولا في الديكودر، تقريبا نتيجته السيستم كانت احسن يعني. وده كده سم ريسيرشرز في جوجل كانوا بيحاولوا ان هم يعملوا عملوا هنا موديل فروم انجلش تو فرنش، وده هنا فروم تشيز تو انجلش. زي ما احنا شايفين ان الازرق ده هو الكاركتر ليفل موديل، والاحمر ده هو الورد ليفل موديل، والثلاثه دول ثلاثه مودلز، سيمبل موديل وميدل موديل وكومبلكس موديل.
السيمبل موديل عبارة عن انكودر واحد، وان دايركشنال ال اس تي ام انكودر، واثنين ديكودرز. الميدل موديل فيه ثلاثة انكودرز واربعة ديكودرز، والكومبلكس موديل فيه ستة انكودرز وثمانية ديكودرز. الفرق ما بين الكاركتر ليفل موديل والورد ليفل موديل في فروم انجلش تو فرنش يمكن مش فارق كتير، الريزلتس الاثنين قريبين من بعض، انما في فروم تشيز تو انجلش الموضوع يمكن فارق حبه، لان هو قال الموضوع بيفرق على حسب اللغه يعني. وهنا الجراف ده في الجنب، ده كده بيمثل نفس الثلاثه موديلز اللي هنا، بس ده بيقارن نمبر اوف لايرز والتايم. فهنلاقي ان الكاركتر ليفل موديل بطيء جدا في التايم مقارنة بالورد ليفل موديل اللي هو كان سريع. بعد كده تالت حاجة هنتكلم عن السب وورد موديلز. دول عندنا منهم نوعين، اما ان احنا بنستخدم الوورد بيسز او ان احنا بنستخدم الهايبرد اركتكتشر. دول هنتكلم عنهم دلوقتي. فاول حاجة اللي قلنا بنستخدم الوورد بيسز، فهنستخدم الجوريزم اسمه البايت بير انكودنج. الالجوريزم ده اصلا بتاع كومبريشن، فاحنا هنا هنستخدمه، بس بدل ما هنستخدم البايت هنستخدم الايه، الانجرامز. فهنا كده بيبتدي يشرح في البايت بير انكودنج. هنا هنشرح مثال احسن. هو في الاول احنا بيبقى عندنا الديكشنري او الداتا سيت بتاعتنا، عبارة عن مثلا دوكيمنت. الدوكيمنت ده ادي كده الفريكوانسي بتاعت كل كلمه في الدوكيمنت، وادي كده الكلمه نفسها، وعندنا الفوكابلري. الهدف بتاعنا ان احنا نعمل فوكابلري جديد. اول حاجه بنعملها ان احنا بنمسك كل كاركتر موجود في الدوكيمنت وبنحطه عندنا في الفوكابلري، وبعد كده بنشوف ايه اكتر انجرام بير اوف انجرامز متكرر. فهنلاقي مثلا عندنا هنا كده الاي اس هو اكتر بير متكرر، لان هو موجود في الكلمه دي وفي الكلمه دي. الكلمه دي متكررة 6 مرات والكلمه دي متكررة 3 مرات، فالتوتال ان هو البير ده متكرر 9 مرات. فاحنا هنمسك البير ده نحطه عندنا في الفوكابلري، وبعد كده هنعتبر البير ده كله على بعضه على ان هو انجرام جديد، وهنشوف ايه اكتر بير متكرر. فهنلاقي ان اكتر بير متكرر هو اي اس تي، ده اكتر بير متكرر، فهناخده برضو نحطه في الفوكابلري بتاعنا، وهنفضل هكذا نشوف ايه اكتر بير متكرر ونحطه في الفوكابلري بتاعنا لحد ما السايز بتاع الفوكابلري يوصل لسايز معين احنا محددينه من الاول. يعني احنا محددين مثلا عايزين السايز بتاع الفوكابلري 8000 كلمه، اول ما يوصلوا 3000 كلمه ساعتها احنا هنوقف الالجوريزم ده. بعد كده هناخد الفوكابلري الجديد اللي احنا عملناه ده وندخله في الموديل بتاعنا، ايا يكن ايه كان الموديل بقى، احنا شغالين كونفينيت او الاستيم ايا يكن. وبيقول ان اللي استخدموا البايت بير انكودنج دول تقريبا هم اللي فازوا في ال WMT 2016 و still used widely في WMT 2018. وهنا ده كده جوجل ان ام تي نيورال ماشين ترانسليشن. ده هنا كان بيقول ان هم استخدموا البايت بير انكودنج، بس هم الالجوريزم بتاعهم مختلف شويه عن البايت بير انكودنج، ان هم بدل ما هم بيعملوا البيور كاونتس اللي كانت بتحصل في البايت بير انكودنج العاديه، ان هم بيشوفوا ايه اكتر بير اوف انجرامز لو عملوا لهم كلامبنج مع بعض هيقلل البربلكسيتي بتاعت السيستم اكتر حاجه، وبيشوفوا ايه اكتر بير ده وهو ده اللي يعملوا له كلامبنج مع بعض. وهم استخدموا تو فيرجنز من الموضوع ده. اول فيرجن اللي هو البايت بير انكودنج العاديه، ودي بتاسيوم ان احنا معانا انيشال توكنايزيشن للوردز. النوع الثاني اللي استخدموه هو السنتنس بيسز موديل.
وده افضل من البايت بير انكودنج الفيرجن الثاني يعني، في ان هو مش بيفترض ان اللانجوج هنلاقي توكنايزيشن لكل الووردز يعني، لان دي تعتبر مشكله بالنسبه للبايت بير انكودنج، فالبايت بير انكودنج العاديه يعني. فبالتالي ان هو بيعمل ايه، بيبدل الوايت سبيسز، بيعتبرها ان هي كاركتر معانا، وبيدخلها في الكلامنج بروسيس، وده اثبت ان هو كانت نتائجه كويسه يعني. وبعد كده موديل تاني البيرت موديل، وده يمكن شبه الموديل بتاع جوجل شوية، بس هنا هو بيعامل الورد بيس بشكل مختلف يعني. هنا كلمة مثلا هاي بيشا دي كلمة مش موجودة في الفوكابلري بتاعه، فبيبتدي ان هو النون انيشال وورد بيسز بيبتدي يريبريزنتها بان هو بيحط تو هاشز في اول كل وورد بيس يعني. ده كده كله على بعضه هيبقى الريبريزنتيشن بتاعت اي بيشا، وبعد كده هياخد الريبريزنتيشن ده يدخله على السيستم بقى، تقريبا هيعمل لهم افريجنج او كده. ده كده الالجوريزم ده ما كانش موجود الحقيقه في الفيديو يعني، السلايد دي زياده، بس هي بتشرح تقريبا الكود بتاع التوكنايزر اللي هو بيرت موديل. وهنا كده كانوا بيحاولوا ان هم يعملوا كاركتر ليفل تو بيلد وورد ليفل موديل يعني، يشتغلوا على الكاركتر ليفل علشان يعملوا وورد امبيدنجز. وهنا بنقول ان هو ده يعتبر فيكسد ويندو موديل علشان يعملوا بيه بارت اوف سبيتش تاجنج، وده كده سيستم كان الناس دي بتحاول ان هي تعمله، ان هو انستيد اوف ان هم هيستخدموا الكونفليوشن ان هم هيعملوا ال اس تي ام. هم عملوا هنا باي دايركشنال كاركتر ليفل ال اس تي ام، وبياخدوا الاثنين ريزلتس بتاعت الكاركتر ليفل ده وبيدخلوه على وورد ريبريزنتيشن لانجوج موديل ال اس تي ام. وهنا هنتكلم عن الموديل اللي جاي، ده موديل جديد. في الموديل ده هم كانوا جماعة سامعيني؟ الو؟ سامعين، انا سامعك يعني. ايوه، اصل هو مية قال مية لي يعني. كل ايه؟ مية 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 مية. ايوه، اصل هو قال لي ان الكونكشن فيه مشكلة فقط. هو بيقطع بس بيجي تاني يعني، فمتزورش بالك. واضح يعني؟ تمام. واضح تمام. هنا كده كان بيحاولوا يعملوا موديل سلايد كومبلكس، بس الموديل ده بيشتغل على الكاركترز، وبيحاول ان هو يستغل السب ووردز، ويشتغل برضه على الرار ووردز. فهنا ده كده الموديل كله على بعضه، الكام سلايد اللي جايه هشرحه حته حته يعني. فده اول جزء منه، هو عبارة عن كاركتر امبيدنجز هنا كده، وبعد كده الكاركتر امبيدنجز ده اللي هو بيشتغل على كل كاركتر، بيدخل على convolutional layer، عبارة عن مثلا 2 3 4 جرامز اوف كاركترز، و الكونفليوشن لاير دي بيخرج منها بعد كده بارس اوف ووردز، بندخلها على ماكس بولينج، والماكس بولينج بيخرج منها كاركتر انجرامز، بندخلها على هاي واي نتورك. الاوت بتاع الهاي واي نتورك بيعتبر ويلد ليفل وورد ليفل اصلا، وبندخله على الوورد ليفل ال اس تي ام نتورك. تمام، دي كده كانت الريزلتس.
دي كان الريزلتس بتاعت الموديل اللي كنت لسه بقول عليه, ودي كان الريزلتس بتاعت مودلز تانية. بيقول ان الموديل ده الحقيقة ان هو قدر يحقق حاجة كويسة جدا. لو بصينا مثلا على المودلز دي كان المودلز مع مرور الوقت, هنلاقي ان البربلكستي بتاعت السيستم بتقل, وكل ما البربلكستي بتاعت السيستم بتقل كل ما كان احسن. لكن المشكلة هنا ان تقريبا البارامترز او السايز بتاع السيستم بيزيد. فهنلاقي مثلا ان هنا ده كده اول سيستم كان البربلكستي بتاعته عالية جدا بس البارامترز قليلة, على عكس اخر سيستم هنا البربلكستي قليلة بس البارامترز كبيرة جدا. وده كده السيستم اللي هم كانوا لسه مستخدمينه, هنلاقي ان البربلكستي تقريبا نفس البربلكستي بتاعت اعلى سيستم هنا, بس البارامترز تقريبا 40% من السايز بتاع البارامترز هنا. فدي كانت حاجة كويسة جدا هم قدروا ان هم يحققوها يعني في السيستم ده. وده كده كان اكزامبل من السيستم ده, بس او مش على السيستم ده كان على الـ STM word level او على الـ STM character level, بس before highway و after highway. وبنمسك كل كلمة ونشوف ايه اقرب كلمة قريبة ليها. فهنلاقي ان الـ word level تقريبا مثلا كلمة زي Richard قدر ان هو يجيب اسماء قريبة منها, وكذلك الـ STM character level بـ highway. بس الكاركتر ليفل من غير هاي واي تقريبا هو كان بيجيب اكتر كلمات شبهها ملوش دعوه بالمينينج. يعني هنا كلمه هارد مثلا ملهاش اي علاقه بريتشارد, بس هو فيها ثلاث حروف مثلا متشابهه, وكذلك كلمه ريتش وهكذا. وهنا برضو كلمه وايل كان بيجيب الكلمات اللي اخرها ال اي وخلاص, ما ملوش اي دعوه بالمينينج. وبعد كده هنا كده عندنا اوت اوف فوكاب. لو الورد ليفل موديل ما قدرش ان هو يجيب اي كلمات, يعني كلمة لوك مثلا هو ما قدرش يجيب اي كلمة قريبة ليها لان هي out of vocab بالنسبة له. انما الكاركتر ليفل سواء بهاي واي او من غير هاي واي اشتغلوا عادي. وهنا كده ده كده 2D visualization بيمثل الـ يعني الاجزاء البارتس اوف words اللي اشتغلت, اللي قصدي الموديل اللي اتعلمها. فالازرق ده السافيكسز اللي هي اول الكلمه, والاحمر ده اللي هو البريفيكسز اخر الكلمه, وهايفنيتد دي اللي هي اللي في النص من كلمه كومباوند, زي مثلا كمبيوتر جايدد. هنلاقي ان ده كده النص بتاع الكلمه هو ده الاورنج, والجري ده اللي هو اني سنجلز. بس فدي كانت الكونكلوجنز تقريبا, هو ان الكونكلوجن النت مع الهاي واي ده ادت نتائج كويسه, وان احنا نقدر نعمل موديل كويس من بيلدينج بلوكس, نطلع موديل كويس يعني. اخر حاجه نتكلم عن الهايبرد نيورال ماشين ترانسليشن. ودي كده كانت فكرته ان هو تقريبا بيستفيد من مزايا الاثنين. يعني الورد ليفل كان سريع, والكاركتر ليفل كان بيقدر ان هو يجيب الانونز او اوت اوف فوكاب. فالموديل ده بيقدر ان هو يستفيد من الميزه بتاعت الاثنين. لو كلمه مش موجوده في الفوكاب فهو بيشتغل كاركتر ليفل موديل, اما لو كلمه موجوده في الفوكاب عادي فهو بيشتغل في الطبيعي وورد ليفل موديل. ودي كانت نتائجه كويسه جدا سريع يعني. فهنا ده كده الموديل. هنا كده ده السورس, وهنا التارجت. فلو في كلمه مش موجوده في السورس بالنسبه له هياخدها يشتغل عليها كاركتر ليفل موديل, ولو في كلمه كذلك برضو مش موجوده في التارجت هياخدها يشتغل كاركتر ليفل موديل. اما لو الكلمه موجوده عادي فهيشتغل وورد ليفل موديل. وهنا كده هو كان بنعمل وورد ليفل بيم سيرش في الانكودر او في الديكودر يعني, علشان نشوف ايه اقرب كلمه قريبه
في الديكودر قصدي علشان نشوف اقرب كلمه قريبه للمين. وكذلك برضو بيعمل بيم سيرش في الكاركتر ليفل. دي كده كانت الريزلتس. ده التيم اللي فاز سنه 2015 بالدبليو ام تي بيقول ان هو دخل 30 ضعف الداتا سيت اللي كانوا مديانها لهم في التاسك. وده كده الورد ليفل موديل اللي اتكلمنا عنه في الاول. دي كده كانت الريزلتس بتاعتهم. ودي كده كانت الريزلتس بتاعت الهايبرد موديل. بس الكلام ده لو ناخد بالنا اللي هو كان سنه 2016 يعني دي كانت الريزلت تقريبا حوالي 20.7 بلو. لو رجعنا للسلايد بتاعت جوجل الموديل بتاع جوجل هنلاقي ان هو تقريبا كان معدل 25 بلو. بس الكلام ده بعدها بسنتين تقريبا 2018 هو كان بيقول يعني ان هو ده مش احسن موديل حاليا. بس هو كان وقتها يعني اظن ان هو يعمل حاجه كويسه جدا يعني. وده كده مثال الريزلتس بتاع بيقارن الريزلتس بتاع الكاركتر ليفل موديل والورد ليفل موديل والهايبرد. فهنلاقي مثلا الاسم ده الكاركتر ترجمه غلط وانما الورد والهايبرد ترجمه صح. وهنا هنلاقي ان الورد في المثال ده ما قدرش ان هو يترجم كلمه دايجنوزيس. فبالتالي شاف اعلى كلمه ليها اعلى اتنشن يعني فاختار كلمه افتر ان هي الكلمه اللي ليها اعلى اتنشن فحطها ان هي الترجمه بتاعت دايجنوزيس فبقت الترجمه عنده افتر. فطبعا الترجمه دي غلط خالص. وهنا انما الكاركتر ليفل موديل او الهايبرد قدر ان هم يترجموا كلمه دايجنوزيس صح. هنا ده المثال اللي كنا شرحناه في الاول خالص بس بيقارن الوورد بالهايبرد بدل ما كان بيقارن بالكاركتر. فنلاقي ان الوورد ما نجحش في ان هو يترجم 11 year old زي المثال في الاول انما الهايبرد نجح في ان هو يترجمها. والهايبرد ما نجحش ان هو يترجم الاسم ده. وده هنا كان بيقول ان الهايبرد ان دي ميزه الكاركتر ليفل موديل عن الهايبرد ليفل موديل. يعني لو رجعنا للسلايد اللي كان بيشرح فيها اصلا الهايبرد ليفل موديل هنلاقي ان الكاركتر ليفل موديل بيقدر ان هو يستفيد من الكاركتر سيكونس بيقدر ان هو يستفيد من الكونتكست بتاع الكلام فيري افكتيفلي. بس الهايبرد ما بيقدرش ان هو يستفيد من الكونتكست بتاع الكلام. ليه؟ لان هو الهيدن ريبريزنتيشن بتاع الكاركتر ليفل هنا الستارت بتاعته بندخل عليها وورد ليفل موديل وده طبعا ما بيبقاش مظبوط قوي. فعشان كده الريزلتس بتاعه الكاركتر ليفل موديل البيور بتبقى احسن في بعض الحاجات شبه الاسماء كده. وهنا كان بيقول من 2016 تقريبا كان الناس بتحاول تلا وورد تو فيك بس باستخدام كاركتر ليفل موديل. فكانوا بيعملوا باي دايركشن ال اس تي ام عشان يحسب الوورد امبيدنج ويدخلها على يستخدمها يعني في ان هو يعمل الوورد امبيدنج. فعندنا الناس في فيسبوك اخذوا الكلام ده واشتغلوا عليه عملوا اللي هو الفاست تكست امبيدنج. فالفاست تكست امبيدنج ده كانت فكرته ان هم بياخدوا الكلمه زي وير مثلا ويقسموها الوورد بيسز. دي كده الريبريزنتيشن بتاعت الكلمه نفسها هي والكلمه نفسها. فهياخدوا الست ريبريزنتيشنز دول لو تفتكروا ان احنا في الوورد تو فيك كنا بنعمل دوت برودكت ما بين الكونتكست ريبريزنتيشن وما بين السنتر وورد. فهنا مثلا لما هنيجي نعمل نشتغل على كلمه وير السنتر وورد بالنسبه لنا هتبقى هي كل دول على بعض. قال ان هو هنا ان هم هياخدوا تقريبا الصم بتاع الفيكتور ده كله على بعضه و
علشان يحسبوا بيه السيميلاريتي. هو شرحها كده باختصار يعني الموضوع كده، وقال ان هي الموضوع مش كده بس، هو في سام سورت اوف هاشينج، بس هو مش عايز يخش في تفاصيل يعني. ودي كده كانت الريزلت بتاعت الفاست تكست امبيدنج مقارنة ب الاسكيب جرام او موديلز تانية اسبو او كده. فهنلاقي ان مثلا في الانجليش موديل اللي هو ما كانش احسن موديل، بس هو بيقول ان هو الموضوع فرق في اللغات اللي هي فيها مورفولوجيكال يونتس، يعني زي الأرابيك مثلا هنلاقي ان هي نتائجه كانت احسن، وان هم فاست تكست قدروا ان هم يعملوا دلوقتي اكتر من 60 او 70 وورد امبيدنجز للغات مختلفه يعني. بس خلصت يعني. السلايد الاخيره دي ما كانتش موجوده برضو عنده. تمام يا احمد، ممتاز ما شاء الله، برزنتيشن جميله جدا. بس انا عايزين بقى ناخد كده ايه التيك هوم مسجز يا شباب، عايزين ندسكاس شويه كده قبل ما نخش على البرزنتيشن اللي وراها. مين اللي عنده برزنتيشن كمان شويه؟ انا ان شاء الله دكتور. مين؟ مصطفى. صوتك واطي خالص يا مصطفى، مش سامع حاجه خالص. طب علي الصوت بقى لما تيجي تتكلم. طيب المهم اللي بنقول دلوقتي، عايزين ناخد بقى ايه التيك هوم مسجز هنا بقى سو فار. احنا حتى الان ماشيين في سكه ان احنا اتعلمنا الوورد امبيدنج، اتعلمنا ازاي نعمل اوبتمايزيشن على الوورد امبيدنج، بعد كده النهارده وشفنا الريكرنت نيورال نتورك وسيكونس تو سيكونس مودلز والانكودر والديكودر. النهارده بقى خدنا حاجه جديده مختلفه شويه، عايز كده ايه نشوف ايه الانسايتس، يعني هم ليه راحوا اشتغلوا على موضوع الكاركترز دي يا شباب. عايزين نشوف ايه عيوب الوورد امبيدنج مودلز بصفه عامه يعني، عشان ليه موضوع كاركترز مهم يعني. ايه اول مشكله واهم مشكله في موضوع الوورد امبيدنج؟ ان لو ظهر وورد جديده. صح، الكلمه دي المشكله دي بالانجليزي كده معناها او فورمالي اوت اوف فوكابولري، اوت اوف فوكابولري بروبلم. انا دلوقتي لما بنيت الوورد امبيدنج بتاعي كان عندي مليون كلمه، كلمات جديده بتظهر، كلمات جديده زي كوفيد مثلا ما كانتش موجوده قبل كده، هي ظهرت مثلا صح، فحاجات شبه كده لما كده حاجه زي دي تظهر هتجيب لها امبيدنج منين؟ ففي العاده لو انت الوورد امبيدنج موديل بتاعك شغال على الكلمات بس، هتضطر تريبريزنت ده بسبيشال توكن اسمه unknown، او تشيله خالص، او تتصرف اي تصرف ايه، او تحط مكانه راندوم فيكتور، اي حاجه يعني. لكن كل دي حلول مش واقعيه قوي. هل في حلول افضل من كده شويه؟ الحل بقى ان هو احنا نبيلد الوورد امبيدنج للكلمه دي من كاركترز او من باي جرامز يعني، او ان جرامز من الكاركترز، بحيث يطلع منها. واديك شفت بقى ايه الالترناتيفز اللي موجوده عنده، وبيحل بيها مسائل السبيكترم بتاعها كبير، استعملها في النيورال ماشين ترانسليشن، استعملها في البي او اس تاجنج، استعملها في الكلاسيفيكيشن زي الفاست تكست. يعني معنى كده ايه؟ ان الكاركتر ليفل ريبريزنتيشن والسب وورد ليفل ريبريزنتيشن مع الوورد امبيدنج بيكملوا بعض. في حاجه ثانيه مهمه عايزكم تاخدوا بالكم منها، يعني في مشكله دلوقتي الاولانيه انتوا قلتوا عليها الاوت اوف فوكابولري، في مشكله ثانيه مهمه ايه هي؟ ان لازم يكون الوورد امبيدنجز كلها موجوده عندي في الرام وقت ال تمام. مين ده؟ شاطر يا يوسف. تمام، الرام، مشكله الرام. لو انت جربت اشتغلت بورد امبيدنج موديل زي بتاع جوجل نيوز والكلام ده، الموديل على الهارد ديسك 4.5 جيجا ولا 6 جيجا حاجه كده، ولازم يخش الرام علشان يشتغل، في حين ان عدد الكلمات هم كلهم مثلا سي 500,000 كلمه، لكن عدد الحروف اقل بكتير من الكلام ده. لو سي دي قلت انك هتعمل باي جرام يعني ما بين كل كومبينيشن بين كل تو حرف كل تو ليترز، فبرضه ستيل الكلام ده اقل بكتير من عدد الكلمات اللي عندك. فمعنى كده انك ممكن يكون عندك مور كومباكت ريبريزنتيشن، وده هيفرق معاك في وانت جاي تعمل نيورال نتورك. النيورال نتورك بتاعتك بتاخد حاجه اسمها امبيدنج لاير. الامبيدنج لاير دي بتكون هل هي بيزد على الوورد امبيدنج ولا بيزد على الكاركتر امبيدنج. طيب فهناخد بالنا برضو دي المشكله الاوليه، هي مشكله الرام او اوت اوف فوكابولري. المشكله الثانيه مشكله الموديل سايز على الهارد ديسك لو هو كان معتمد على الوورد امبيدنج، لان لو انت مثلا بتتكلم على الموبايل ابلكيشن فما ينفعش تعمله على الموبايل، لان الموبايل مثلا جوجل بيدي لك حد اقصى 100 ميجا بايت عشان تعرف تنزل الابلكيشن بتاعك من غير سبيشال بيرميشنز يعني، لو انت شغال على جوجل ديفلوبمنت يعني بتعمل حاجات على اندرويد يعني. في حين ان مثلا الوورد امبيدنج موديل اصغر حاجه هياخد لك ال 100 ميجا ده، لو انت يعني ايه قعدت تصغر الدنيا جامد قوي يعني.
طيب بالاضافه طبعا ان اللانجوج بتاعت الناس مش كلها زي بعضها، الناس لما بتيجي تكتب على تويتر بيضطروا يكتبوا اختصارات، بيضطروا في كلمات بتبقى رير، ففي كلمات بتبقى رير، فانك تحط كل الكلمات اللي في الدنيا في وورد امبيدنج موديل ده بيكون تو ماتش. في مشكله ثالثه بقى في الوورد امبيدنج موديل بس هي ما اتحلتش هنا، في مشكله ثالثه في الوورد امبيدنج موديل بس ما اتحلتش هنا. المشكله الثالثه ان هو اقول المشكلة ان هو كل كلمة ما ينفعش يبقى ليها فيكتور واحد بيعبر عنها. صح، الله ينور عليك. في الوورد امبيدنج موديل احنا بنقول ان كل كلمة ليها امبيدنج واحد بس، يعني كلمة فاست اللي هي فاست فود، وفاست اللي هي سريع، وفاست اللي هو ما اعرفش بيصايم، وفاست حاجات كتيرة قوي، كل دول حاجة واحدة بس، كل دول ليهم فيكتور واحد بس، وده بيسبب لك مشاكل. فالحل بتاع الكلام ده ان شاء الله هيتكلموا عليه ليتر لما يجي يتكلم على حاجة اسمها الكونتكستشوال امبيدنج زي بيرت والحاجات المشابهة دي. بس احنا بس كل فتره كده عايزين نشوف ايه المسجز اللي احنا خدناها سو فار من الكلاس. احنا خدنا دلوقتي تعرفنا على الوورد امبيدنج، وتعرفنا على كونفوليوشن بيستعملوه في الكلاسيفيكيشن، تعرفنا على ال اس تي ام بيعملوه في الانكودر والديكودر، او جي ار يو او ريكرنت بصفه عامه يعني في الانكودر والديكودر، وشفنا دلوقتي السب وورد مودلز، ويعني صراحه خدنا كوليكشن ظريفه من المودلز. وايه المفروض ان كل واحد من دول تحاول انت تفكر شويه ده مفيد في ايه، وامتى استعمله وامتى ما استعملهوش. هو ده السؤال اللي انت المفروض تكون بتفكر فيه اول باول. تمام ماشي يا شباب. تمام يا دكتور. حد عنده اي برضو عيوب وقصور في الوورد امبيدنج عايز يشيرها معانا، يعني يقول لنا ايه مشكله في الوورد امبيدنج، او ايه مشكله في السب وورد مودلز برضو بالنسبه لنا؟ هو مشكله برضو ظهرت في موضوع في العربي، يعني مثلا تشكيل الكلام، في كلام يبقى هو نفس الحروف وكل حاجه، بس لو في حرف واحد بس تشكيله مختلف عن التاني الكلمه بتختلف معناها تماما. الوورد امبيدنج مش بيعمل حساب الموضوع ده، فبتبقى مشكله ظهرت يعني. هو هنا برضو المودلز دي على فكره ما كانتش بتاخد بالها من الدايركتس، يعني الدايركتس مش هاندلد هنا يعني، بس معاك حق يعني الوورد امبيدنج مش هيفرق ما بينهم يعني، بس يبقى احنا عايزين نفرق بينهم، دي مساله مختلفه على فكره. ماشي كويس. وايه كمان؟ انا شايف في ناس نايمه، عبد الرحمن وائل واحمد بلتاجي ومعتز نايم برضو وروان، كام دول ما سمعتهمش النهارده خالص. موجودين يا دكتور. والله ما انا قلت اوت اوف فوكابولري، اتلخبطت. مش قصدي احمد بلتاجي، قصدي يوسف شريف. موجود يا دكتور. طب وروان؟ ايوه يا دكتور. طيب تمام ماشي كده. اللي غايب مصطفى التهامي بس، صح؟ طيب خلاص ماشي، خلينا ننقل بقى. مين اللي عليه الدور دلوقتي؟ انا ان شاء الله دكتور. ايوه كده صوتك بقى منور كده مصطفى. ايوه كده كده الصوت تمام. طيب دكتور عندي سؤال، بس حاجه ليها علاقه بالبروجكت دلوقتي ولا خليها بعدين؟ طب ماشي خلينا في البريك اسال دلوقتي. ماشي. طيب هو لو في حق، لو انا عندي تاسك فمثلا عايز اشتغل عليها بس مفيش داتا ليها بالعربي، فعايز اعمل يعني سام سورت ان انا هكولكت الداتا دي اوتوميتد، فهل مثلا لو بكولكت تويتس او حاجات كده، فهل الاي بي ايز شغاله؟ عشان لما عملت سيرش لقيت ان في اي بي ايز ريستريكتد، وفي فيسبوك مثلا الاي بي اي بتاعه مقفول. رايك فاهمني؟ هي تويتر مفتوحه بس بيدي لك 1% وكده، الكود بتاعه غلس يعني مش هيبقى سهل تشتغل بيه يعني. فمش عارف بقى الكلام ده يفيدك ولا لا، بس هو هيبقى طبعا هيدك انك تلم الداتا يعني. بالنسبه خلينا نتكلم على موضوع البروجكت شويه. طبعا انتوا عارفين ان البروجكت كلكم بعتوا بروبوزلز كويسه وكل حاجه، بس هي كلها فوكسد على تقريبا يعني 3 من 4 بروبوزلز فوكسد على نفس البروبلم. فكان احمد بلتاجي تقريبا عبد الرحمن حاولوا يتواصلوا معايا ويقولوا لي يعني ايه، طب نفكر ازاي. قلت له انا ما يهمنيش بصراحه المساله، يهمني طريقه تعاملك مع المساله. فمش عشان المساله دي جاهزه واعطيها لك هو جاهزه تشتغل انت فيها يعني، انت بتحاول تدور على مساله انت بايدك يعني، وفي حاجات افيلبل زي ما انتوا شفتوا كده، وفي حاجات تانية مش افيلبل. فحاول اختيارك يكون براجماتيك شويه، حاول ان انت ما تضيعش وقت في انك تكولكت داتا، وفي نفس الوقت حاول يعني ما تختارش المساله المباشره قوي يعني. بس لو انت اقنعتني ان المساله دي هي اهم مساله في الدنيا وفي البروبوزل بتاعك، فانا ممكن اوافق عادي، مش مشكله بالنسبه لي يعني.
بس انا بصراحه يعني ثلاثه تيمز هيختاروا نفس المساله. طب ما كنا نزلناها بقى كورس بروجكت وخلاص، قصدي نزلها اساينمنت وخلاص يعني، طالما هو كده طب ما نزلها اساينمنت يعني. ايه اللي يخليها بقى ده كورس بروجكت يعني؟ ايه الفرق بينك وبين غيرك يعني؟ مفيش فرق يعني. انا حضرتك شايف نشوف حاجه ليها داتا جاهزه احسن. اكيد انا عليه اكيد اكيد. وبرضه لما تيجي تبعت البروبوزل تقول انت ايه الموديولز اللي هتعملها، هل عندك بري بروسيسنج هتعمله على الداتا ولا لا، هل عندك بيز لاينز جاهزين هتقارن بينهم وبين بعض، هل عندك فكره هتحطها، هل لقيت ان دول ما بيستعملوش كاركتر فهتحط كاركتر، هل دول شغالين بورد فهتشتغل بكونتكستشوال، هل دول شغالين بكونتكستشوال هتقارن الكلام ده هو يعني عايز كده ستوري يعني، ما يبقاش الموضوع بس هي مساله كده وخلاص. انا طبعا كنت يعني البروبوزلز مش مكتوبه وحش، مش مكتوبه وحش بس مش كفايه يعني، لازم تبقى احسن من كده شويه. عشان كده احنا زودنا اكستنشن عندكم لحد النهارده الديدلاين بتاعته بدل ما كان الاسبوع اللي فات، لان ما كانش هيبقى كويس يعني. انا بقول لك، في مش عارف مين كان بيسالني، فقلت له انت لو قلت لي هحل مساله كلاسيفيكيشن ومساله ستاندرد يعني، فانا مش ما عنديش اعتراض انك تحل مساله كلاسيفيكيشن خالص، ما عنديش اي اعتراض انك تحلها، بس تقول لي هتعمل ايه يعني، ما يبقاش الموضوع كده ايه انا بالنيه يعني، مش الموضوع بس ايه مش بالاهواء والتمني يعني، عايزين نشوف كده ايه هنعمل ايه بالظبط يعني. تمام. ايه كمان عندي سؤال ممكن؟ اتفضل. لو انا ماشي، لو انا كتبت في البروبوزل مثلا الابروتش اللي في دماغي او اللي انا عايز اعمله، هيبقى في تارجت بس انا مش عارف هيبقى حلو او وحش، لو انا عملته مثلا وطلع وحش ممكن هيغيروا اكيد، مش كده؟ اكيد طبعا، اكيد مفيش حاجه ابسوليوت، احنا بنعمل ريسيرش دلوقتي خلاص. احنا على فكره الكورس بروجكت ده بيورلي ريسيرش يعني، احنا خلاص بنختار بروبلم وهنحط بيز لاينز وهنحاول نشوف ايه اللي ممكن يتعمل احسن حاجه، فهي في الاخر خالص طالما هو ريسيرش ونحاك تغير في النص يعني، بس مش تغيرش مساله يعني، هتغير طريقه الحل بتاعتك، لقيت ان الموديل ده اوفرلي كيلينج يعني ولا لا بتاع كده يعني. اوكي تمام. دكتور لازم انا suggest approach lead، ما ينفعش اكونترست ما بين الابروتشز الموجوده مثلا؟ ماشي انت حر يعني، مفيش مشكله، بس هو فكره عشان الكلام ده يكون publishable في العاده لازم يكون في حته كده زياده يعني. ما يعني انا قصدي ان اكيد within research كده، واكيد بعد ما نبدا نحط ايدينا اكتر في هو ده اللي بقى، ده فكره البيز لاينز. لو احنا ثلاثه في التيم مثلا، فسبوزدلي هيبقى عندي ثلاثه بيز لاين مودلز، وفي الاخر الثلاثه دول اللي هم جابوا ثلاثة بيز لاينز مودلز هيفكروا ازاي ايه احسن حاجه في كل موديل ويطلعوا حاجه جديده يعني، ده الطبيعي يعني. انا بقسم ثلاثة في التيم يعني، بس ممكن طبعا في تيم فيه اثنين مفيش مشكله، بس برضه نفس طريقه التفكير، هتمشي في سكه بيز لاينز متفرقين، بعد كده تتجمعوا تشوفوا ايه اللي ممكن يتعامل مع بعض. تمام. ايه تاني دكتور؟ طب حاجه لو معموله مثلا في تاسك عاده سات بالانجلش، وبعد كده احنا هنيجي مثلا نجرب نابلايها بالعربي، هل كده بيبقى حاجه اكسبتبل ولا لازم برضو تحاول نزود حاجه عليها او كده يعني؟ هل فكره ان الداتا هو التحويله من انجلش لعربي غلسه عشان فيها عندك موضوع البري بروسيسنج في العربي رخم، بس لو هتاخد نفس الابروتش هو بالظبط يعني، ممكن تعدي في كونفرنس زي اي سي لينج اللي هو اللي بالعربي دوت، فاكرين اللي هو بتاع الامارات ده، ممكن تعدي في حاجه كده، بس مش هتعدي في حاجات اكبر من كده يعني، فاتس اب تو يو يعني، مفيش مشكله عندي. بس اعرف كويس قوي ان الحاجه الموديل لو خدته بالانجليزي هو على العربي مش هيشتغل، مش هيطلع نفس النتائج اللي انت منتظرها يعني، هيبقى في حاجات احسن منه يعني. ماشي يعني، ما تتوقعش انك هتاخد موديل كده از از بالانجليزي هتحطه في العربي يطلع حاجه حلوه يعني، بس لو انت هتعمل الكلام ده خده بقى على مساله فيها كومباريزون، اصل انت لما تيجي عشان نطلع شغل بابليشابل لازم يكون عندك كومباريزون، انت بتعمل ايفالويشن ما بين المودلز بتاعتك وبعضها، وبتعمل كومباريتيف ايفالويشن للمودلز اللي موجوده في السوق يعني، هو انت ايه اللي خلاك تاخد المودل بتاعك ده يشتغلوا بيه اصلا يعني؟ مفيش حاجه تخليهم ياخدوا المودل بتاعك حقيقي، الا انك تثبت ان الكلام ده كان ذو قيمه يعني. يعني انت حط عينك دلوقتي، الناس هتقرا الكلام ده هيحطوه في الدرج ولا هيستفادوا منه بيه حاجه؟ ده السؤال اللي انت محتاج تقارن، هيحدد اجابه السؤال دوت هي اذا كان الشغل بتاعك ده يبقى ببلشبل ولا لا. انا مش عايز اعقد لك الدنيا، بس في اخر وقت يعني، في اخر حاجه خالص يعني، ما تقلقش يعني، المجهود اللي هتعمله لازم هابريشيته لو كان معمول بروفيشنالي،
فحقك هتاخده يعني. انا مش يعني انا مفكر بس يعني عشان نبقى بنفكر صح يعني، عشان نبقى بنفكر حاجات تطلع كويسة. طيب احنا النهارده كام في الشهر؟ 25 3 25 3 يعني قدامنا. ايه اقرب ديدلاين من اللي عبد الرحمن كان بعتهم لنا على الجروب؟ هو تقريبا اقرب ديدلاين اللي هو الورك شوب، اللي هو امتى؟ اللي هو الشيرد تاسك بتاع امتى؟ تقريبا شهر 4 15 مش 4 مش الشيرد تاسك في شهر 4 بس اسمها ايه دي البيبر نفسه لو انت في حاجات في شهر 5 بقى. الورك شوب نفسه يا عبد الرحمن ركز في الحته دي 20 5 الورك شوب نفسه عنده اتنين تراكس، تراك البيبرز العاديه وتراك تاني للشيرد تاسك. فالشيرد تاسك عشان تالاين مع البيبرز لازم يطلب السبمشنز بتاعتها بدري، عشان كده هو طالبها بدري. ايوه بالظبط. طب انا ممكن اقترح اقتراح ما اعرفش تحبوه ولا لا، ان احنا نلغي الاساينمنت الخامس ونخلي الاساينمنت الرابع بتاعنا هو الشيرد تاسك، والاساينمنت الخامس هو الاساينمنت الرابع في ستانفورد، وده ملوش دعوه بالبروجكت، عشان انا بصراحه مش عايز ان انتوا تبقوا ديستراكتد. نفسك ان انت تبقى عندك عملت حاجه في الشيرد تاسك وانا عطلتك، يعني انا مش عايز كده. يعني نشيل اساينمنت من النوم ونخليه شيرد تاسك اللي هو يعني دلوقتي عندنا 5 اساينمنتس وكورس بروجكت صح؟ اه هنخلي هم 4 اساينمنتس بالترتيب الاول الثاني الثالث الرابع كويس، بس هنخلي الرابع ده كمان شويه هنسيبه للاخر، هنسيب الرابع للاخر ونعمل دلوقتي الشيرد تاسك على اساس ان الديدلاين بتاعها في خلال 3 اسابيع يعني. طيب حلو جدا. نفس تقريبا نفس الوقت يعني اللي حضرتك كنت حاطه لل هو نفس الوقت بس احنا كنا لا انت كده اخدت اسبوع زياده يعني. طيب يعني نحاول نشتغل على التاسك ونوصل ريزلتس كويسه فيها از ان اساينمنت يعني الاساينمنت بتاعك اللي هو رقم 4 اللي انتم المفروض كنتوا بداتوه بس احنا قلنا اجلناه. الاساينمنت رقم 4 المفروض ده يكون ترانسليشن، وانا كان نفسي بصراحه تعملوه، ما ينفعش ان احنا نطلع من الكلاس من غير ما نعمل الاساينمنت بتاع ترانسليشن. اتفقنا؟ هو سيكونس تو سيكونس موديل، فما ينفعش نطلع من الكلاس من غير ما نعمله، فلازم نعمل يا 4 يا 5، 5 اصعب من 4 بكتير، فانا عشان كده بقول نعمل 4 ونعمل الشيرد تاسك از ان اساينمنت، ويبقى فاضل لنا لسه الكورس بروجكت. يبقى انا كده ايه عشان بس ما احيركش، انا مش عايزك تحتار. خلاص تمام، حلو حلو الكلام. لا ما هو لازم رأي كل الناس، ما هو مش حلو اتنين عاملين وحلو بقين ساكتين. هي دي فكرة حلوة فعلا، انا شايفها كويسة. انا كمان شايفها تمام كويس. هل كل التيم ريبريزنتد في الناس اللي قاعدين؟ هل في حد هنا التيم بتاعه ما اتكلمش؟ معتز تمام. انا تمام. انت تمام؟ انت ما عندكش مشكلة اصلا ان انت اوريدي كنت بتبروبوز ايديا مختلفة يعني في البروبوزل، ما كانش عندك مشكلة اساسا يعني. يبقى دلوقتي انت والشيرد تاسك ده هنشتغل فيه في نفس الجروبس يعني ولا هيبقى نفس الجروبس؟ طبعا تلاتات برضو كده. تلاتات برضو تلاتات عشان نزود الثروبوت. انت ممكن تشتغل لوحدك بس تلاتات هتزود الثروبوت. ازاي هتزود الثروبوت؟ ان انت دلوقتي هتجرب بالورد امبيدنج، هتجرب بالكاركتر امبيدنج. لو واحد لوحدك مش هتلحق تعمل كل حاجه صح، لكن لو كذا واحد خد بالك من حاجه، المساله دي بالذات البيز لاينز بتاعتها كويسه يعني، لو اشتغلت بحاجات فيها نايف بايس وعملت لها انسامبل هتبقى مش وحشه يعني. بس بقول لك معلومه عشان ما تتفاجئش يعني. ما تتفاجئش خلاص. ده اللي هو الشيرت تاسك. انا شيرت تاسك ال دبليو اي اللي هي بتاعت الدايلكت. مش ماشي شباب؟ تمام اتفقنا. دكتور هو كان عندي سؤال، هو يعني مثلا لما كنا بندور في الايدياز للحاجات العربي عامه، كان في حاجات already هم مثلا واصلين فيها state of the art، وفي حاجات تانية يعني still صعبة بس مش واصلين فيها state of the art. احنا ال approach اللي احنا مفروض ناخده ان احنا مفروض نفكر ازاي يعني. ما هو احنا بصوا السلايدز بتاعت، معلش يا احمد ارجع لنا كده السلايد بتاعت ال POS tagging اللي انت كنت موريها لنا من شوية صغيرين بتاعت ايه بيقص. فين بتاعت البي او اس؟ لسه انا طيب. هل اقف هنا
هل احنا عملنا، هل احنا شفنا في العربي بي او اس تاجنج بيستعمل كاركتر بيزد ال اس تي ام؟ هل دورتوا وعملتوا الكلام ده في العربي مثلا لقيتوه موجود؟ انا بتهيالي ان انتم ما دورتوش اصلا، فمعنى كده ان السيرفي بتاعكم كان من الاول في حاجه ناقصه. يعني انت بتشوف ايه البروبلمز الموجوده عندنا؟ عمرو رمضان كان جزاه الله خير بعت لنا كده زي ملف يقول لك اسماء البروبلمز اللي موجوده، فكان في منهم حاجه اسمها تكست كلاسيفيكيشن، كان حاجه اسمها بي او اس تاجنج، كان حاجه اسمها مش عارف اللي هو اللانجوج موديل، مش عارف كان في حاجه اسمها التاسكات دي. هل هي كلها موجوده في العربي؟ هي موجوده في الانجليش واحنا عارفين يعني، هل كلها موجوده في العربي؟ هو دكتور بتاع الستايل اللي انا كنت قلته لحضرتك، ماشي انا اسمها تطهرك بشكل بس بتاع الستايل انا ما لقيتلوش حاجه عربي خالص، وحتى الحاجات بتاعه الانجليش ريسنتلي قوي حاجات اصلا لسه اندر ريفيو وحاجات سبميتد 2020، يعني ما اصلا البروبلم نفسها ما ظهرتش قبل 2016. طيب ماشي، ما هو ده قصدي بقى، لو احنا بقى بنبص على مسائل جديده والمسائل دي ما اتعملتش في العربي فده هيبقى ادينا بوش كويس يعني. ما الستايل ترند انا كتبت بروبوزل يعني واضح، وعملت حضرتك دايجرام كده يعني سبعتوليش حبات حضرتك. انا كنت عايز ابعته احنا عملنا كذا بروبوزل ان شاء الله احنا هنبعت لحضرتك ثلاثه غير الـ يعني حضرتك تشوف احسن بروبلم وتختار، فممكن انا ممكن ابعته حضرتك دلوقتي حالا عادي يعني هو جاهز اصلا. لا هو خليها بالليل عشان انا مش فاضي النهارده يعني كمان شويه كده هبقى مشغول يعني عندي ميتنجز كتير. في حاجه كمان يعني كنت عايز اقول لحضرتك، شايف مش عايز افتح علينا حاجات يعني، بس احنا ممكن في يعني في طريقه نقدر نفيجواليز ايه الحاجات اللي بتاثر في الستايل ترانسفير يعني كمان زياده محدش عملها، ودي حاجه سهله يعني انا ممكن حضرتك لو فكرنا فيها اللي هو فكره بكل بساطه ان احنا هناخد الجريديان وذ ريسبكت للانبوت بتاع حاجه مع الاوتبوت كلمه الاوتبوت في الاخر. فالمهم يعني ده برضو ممكن يبقى بوش. طيب خلينا ندسكاس الكلام ده، بس اهم حاجه زي ما بقول ان احنا ما نصعبش الدنيا قوي فور ايفر يعني ماشي. بس هو اصلا يعني انا متخيل الموضوع عشان اللي عملناه يعني الترم اللي فات بس بقى. اوكي طيب بتهيألي بقى معلش يعني حاولوا ان احنا نركز بقى نخلص المحاضره بتاعتنا دي والافكار في البروجكت. طالما احنا خدنا الاساينمنت بتاعنا دلوقتي بتاع شير تاسك فاحنا ستيل ممكن ناخد فرصه تانية للبروبوزل بس مش عايز افتح الموضوع تاني، فهو اسبوع واحد بس برضو من النهارده. حاولوا بقى الدسكشن اللي احنا خدناها النهارده دي تفيدكم في ان البروبوزل اللي هتقدموه يكون بيانسر الكويستشنز دي. الشغل ده عشان يكون بابليشبل يا اما بتجيب نتائج كويسه في مساله قديمه يا اما بتحل مساله ما اتحلتش في العربي، يعني الناس ما حلتش المساله دي في العربي اصلا او ما حاولوش فيها كفايه يعني. فدول الاثنين دايركشنز الواضحين اللي يخلوا الشغل بتاعك بابليشبل وابريشيتد يعني. خلاص فكروا في الدايركشنز دي وخلينا احنا كده الشير تاسك هي الاساينمنت رقم 4 هتبداوا فيه من النهارده يعني كلكم اشتغلوا تيمز كمان. اوكي يلا مصطفى. تمام زي الفل. ماشي يا دكتور. يا صوتك وطى تاني ليه يا مصطفى؟ الصوت واطي ثانية واحدة. كده تمام يا دكتور؟ كمان حتة كده. تمام كده؟ أيوة كده مية مية. طيب. تمام. هنتكلم النهاردة عن الـ contextual word representation اللي هي زي اللي حضرتك قلت عليها بيرت. فاحنا كان عندنا مشاكل في الورد تو فيك هندرسها في الاول، وبعدين هنتكلم على بري المو والمو. المو ده اللي هو كونتكشوال وورد فيكتور، وبري المو ده كان قبليه حاجه اسمها تاج لانجوج موديل، وبعدين هنتكلم على الكونتكشوال وورد فيكتور ماشين ليرنينج مودلز اكتر زي الالم فيت والترانسفورمرز هنخش عليها. وبعدين دي الفكره بتاعت بيرت ان هي مبنيه على الترانسفورمر يعني. فمشاكل اللي كانت بتقابلنا في الورد تو فيك ان هي الكلمه بيبقى ليها فيكتور واحد ملهاش علاقه بالمعنى بتاعها او هي نحويا ايه فيرب او ناون. في كلمه زي ارايف مثلا وارايفل كان في ارايف دي فيرب وارايفل ده الناون، الاثنين ليهم نفس الفيكتور وما بتعتمدش على الكونتكست اللي موجود فيها يعني. الكلمه الموجوده في الجمله ما بتعتمدش على الكونتكست، فده كان بيطلع ريزلتس مش حلوه في. معلش يا مصطفى انت جايب البرزنتيشن دي منين؟ دي من ستانفورد
نفس الشرح عليها بس دي بتاعت 2020. هي دي هو في ليكتشر ابقى يعني مش عارف في ليكتشر في النص اللي هي ال contextual word بعد كده في اللي بعديها اللي انت بتشرح منها دي يعني في واحده بتاريخ 18 فبراير واحده بتاريخ 20 فبراير. تمام بتشرح عني واحده يا مصطفى اللي معاك دي 20 فبراير. طيب خلاص ماشي. هو 18 فبراير دي مهمه يا شباب مين هيقولها؟ ما ممكن انا اقولها بقى مادام. طيب المره الجايه محتاجينها بتاع 18 فبراير دي. لا اسمها ايه بالظبط عشان ما نشوف بقى في التاريخ اللي هي بتاعه الراجل بتاع جوجل اللي هي بتاعه ديفلين جيكوب ديفلين. طيب. هي دي بس كانش ليها فيديو حد بيشرحها يعني كانت نزل وحدها على بيرت تقريبا هي دي اللي كان ليها فيديو ده في الترتيب هي دي اللي المفروض تتشرح في الكورس بتاع 2019. بص هو اللي انا شايفه دلوقتي قدامي في الموقع بتاعهم ان في محاضره يوم 18 وليها فيديو وفي محاضره ليها يوم 20 وليها فيديو. طيب يعني انا شايف ان في فيديو في بتاع 2018 شايف انا شايف يعني ما فتحتوش لسه هجرب افتحه بس انا شايف ان هو ايه هو طالب مني لوجن طالب مني لوجن تكون جديده فمش موجوده على الكورس القديم اللي عليه. بالظبط هي دي 2020 فلسه الفيديو بتاعها ما نزلش. ماشي بس برضو تتشرح يا عبد الرحمن بقى عليك الدور صح. ايوه حاضر ماشي ماشي تمام. ف طب احنا كان عندنا حل للمشكله دي اصلا كان في حل احنا كنا بنستخدمه بس احنا ما كناش واخدين بالنا منه قوي اللي هو في ال STM كان في لاير هي بتعبر عن الكونتكست بتاع الكلمه فده اللي هم استخدموه يعني ده لو جينا نبص على جلوف ده الورد تو فيك عادي كانت الكلمه زي بلاي ليها نيرست نيبر بتاعها كلمات شبهها زي بلاين وجيم وجيمز انما اللي احنا عايزينه ان احنا عايزين نعمل حاجه اسمها كونتكستوال سيميلاريتي فهنا الجمله اللي موجوده المشابه ليها بيبقى الكونتكست بتاعها اللي جه فيها الكلمه الباراجراف اللي كانت موجوده فيه. ففي 2015 قالوا ان احنا ممكن نستخدم ليبل نعمل حاجه اسمها سيمي سوبرفايزد ابروش هنستخدم ان ليبل داتا ونطلع منها ان الام سيكونس السيكونس ده نستخدمه بدل الورد فيكتور العادي. وبرده في اليونيفرسال لانجويج موديل فاين تيونينج ده اللي هو اليوم ال ده هنتكلم عليه ان شاء الله في قدام يعني في سلايد 22. فكرته ان هو برضو بيعمل حاجه اسمها فاين تيونينج على بيستخدم برضو موديل ان ال ام نوليدج زي ال اس تي ام وبعدين بيعمل بيه فاين تيونينج على التكست كلاسيفيكيشن. فاول حاجه هنتكلم عليها اللي هي التاج ال ام التاج لانجويج موديل ده عباره عن ايه ان احنا نعمل تريننج للورد امبيدنج موديل وبنعمل تريننج برضو للار ان ان ريكيرنت لانجويج موديل. وبعد ما نخلص التريننج بنستخدم الورد امبيدنج موديل عادي زي اللي هو الورد تو فيك كفيوتشر وبنستخدم معاها برضو الهيدن ستيت بتاعت الار ان ان كفيوتشر ان احنا نعرف النيمد انتيتي ريكوجنيشن بتاع كلمه نيويورك مثلا فهو هنا عارف ان نيويورك دي لوكيشن ده البيجيننج لوكيشن وده الاند لوكيشن. فبيترين الموديل في الاول عادي زي الورد تو فيك وبعدين برضو بيعمل تريننج للباي دايركشنال ال اس تي ام موديل وبعدين بياخد الهيدن ستيتس بتاعت الباي دايركشنال ال اس تي ام يستخدمها كفيوتشر في الموديل بتاعه بتاع السيكونس تاج موديل. هنا التفاصيل هتبان هنا اكتر الموديل اللانجوج موديل بتاعنا اللي احنا استخدمناه عشان نطلع منه كونتكستوال فيكتور كان عباره عن اتنين لانجوج موديل الفورورد لانجوج موديل ده اللي هو فكرته ان هو مثلا لو انت عندك كلمه نيويورك يعرف بريدكت الكلمه اللي بعدها عباره عن ايه فهنا هو بيدخل كلمه نيو وندخل كلمه يورك ونطلع منها الاوتبوت بتاع اللانجوج موديل بتاعنا والاوتبوت ده بنعمل له كونكاتينيت مع الباكورد لانجوج موديل. باكورد لانجوج موديل دي برضو نفس فكره الفورورد لانجوج موديل بس العكس بقى احنا يعني عندنا سيكونس داخل احنا بنعرف الكلمه اللي قبلها عباره عن ايه فاحنا بنعمل تريننج لللانجوج موديل في الاول ملناش علاقه بالنيمد انتيتي ريكوجنيشن ملناش علاقه بالتاسك اصلا عباره عن ايه وبعدين بنشيل السوفت ماكس بيبقى فيه هنا سوفت ماكس في الموديل بنشيله وبنستخدم الاوتبوت اللي بيطلع على طول
ندخله على موديل تاني علشان نعمل في الاخر النيمت انتيتي ريكوجنيشن. هو في البيبر قال ان هو لما خد الاوتبوت ريزلت من هنا حطها في الفيرست لاير بتاعه الباي دايركشنال ار ان ان في الموديل بتاعه جابت اكيورسي عليه. فلو جينا نبص هنا في الموديل بتاعه هنلاقي ان هو مدخل كلمه نيو على كاركتر سي ان ان زي اللي كلف كان بيشرحها, وبعدين بيعمل لها توكن امبيدنج وبيدخلها على فيرست لاير باي دايركشنال ار ان ان. اللي بيطلع في الريزلت بيستخدم معاه التاج ال ام اللي هو الريزلت اللي طلعت من هنا بيعمل لها كونكاتينيت وبيستخدمها في تاني لاير في الباي دايركشنال ار ان ان علشان يعمل في الاخر النيمد انتيتي ريكوجنيشن يعرف ان نيويورك ده لوكيشن. فهو بيفيد الهيدن لايرز بتاعت ال اس ام في الفيرست لاير بتاعت الموديل بتاعه. دي هنا الديسكريبشن بتاع التاسك. هو بيقول هنا ان انت عايز تطلع الاسامي والتواريخ مثلا اللي موجوده في باراجراف موجوده عندك. فده الانبوت بتاعنا. هو هنا عرف ان اندرو ده عباره عن اسم, وعرف ان ليبر دي اورجانيزيشن, وعرف ان 2010 ده تاريخ. عملوا ازاي؟ زي ما قلنا بالكونتكستوال وورد فيكتور. دي الريزلت كانوا شغالين على داتا سيت بتاعت 2003 نيمت انتيتي ريكوجنيشن كانت انجليزي. في الاول خالص كانوا بيستخدموا ماشين ليرنينج موديل العادي ستانفورد كانت عاملاه, وبعدين اي بي ام كانوا مستخدمين برضو اربعه ماشين ليرنينج موديل انسامبلد مع بعض, وكانوا بيستخدموا حاجه اسمها جوزيتس. جوزيتس دي عباره عن ليست اوف ليست اوف وورز ذات بلونج تو ان انتيتي. يعني كانوا بيستخدموا برضو ماشين ليرنينج موديل عادي, لسه ما دخلوش في الحاجات اللي احنا شرحناها الكونتكستوال وورد فيكتور, بس كانوا بيجيبوا اكيورسي 88%. مصطفى عندي سؤال معلش. تمام. انت البرزنتيشن دي ازاي عاملها على ان هي تبقى يعني هي باوربوينت ولا بي دي اف؟ هي بي دي اف وانا حولتها باوربوينت بس عشان ازود. ازاي؟ في برنامج في موقع اونلاين اسمه زمزار, ده بيحول من اونلاين كونفرتر بي دي اف اونلاين كونفرتر. ابعت لي الموقع ده. طيب تمام. ممكن تتعمل اوبن ويز. انا بعملها باوبن ويز على طول اللي تتفتح. اوبن ويز ايه؟ بنزلها بي دي اف واعملها اوبن ويز بي بي تي مثلا. عندي برنامج اللي هو بتاع الاوبونتو ده بيفتح البي دي اف از بي بي تي عادي. انت متاكد من الكلام ده؟ ما اخر مره كنت عاملها بالبي بي تي بتاع الاوبونتو ده. كلام غريب جدا. ماشي. اللي هو اسمه ليبري اوفيس تقريبا او حاجه زي كده. ماشي. طب كمل يا مصطفى معلش. طيب فهنا جاب اكيورسي اعلى شويه من ستانفورد, كان جايب اكيورسي 88%. وبعدين هم ستانفورد بقى استخدموا حاجه في 2005 برضو عاديه, استخدموا كاتيجوري الفيوتشر موديل زي السي ار اف او السبورت فيكتور ماشين يعني, بس ما جابش اكيورسي عاليه. هم بيستخدموا موديل سيمبل خالص بس بتجيب 88% او 86%. بعد كده زودوا الموديل بتاعهم, عملوا عليه بري تريننج بالداتا بتاعت ويكيبيديا جابت اكيورسي عاليه. بعدين دخلوا بقى في الحته بتاعت الباي ال اس تي ام مع الكاركتر سي ان ان, ابتدت الاكيورسي تعلى لحد ما وصلنا للتاج ال ام اللي هي وصلت ل 91%. لو جينا نبص على الاكيورسي بتاع التاج ال ام هنلاقي ان هي ما فرقتش كتير عن المودلز اللي فاتت, بس هي فادت التاج ال ام ان هو ممكن يستخدمه الورد الكونتكستوال وورد فيكتور دي في تاسكات كتيره في ال ان ال بي. في ريزلتس ثانيه هنا هيدن هيشرح هو المودلز بتاعتها وبعدين يورينا الاكيورسي بتاعتها. فالتاج ال ام كان بيعمل له تريننج على 800 مليون كلمه, وعمل شويه اوبزرفيشن كده يعني شافها في البيبر. بيقول ان هو لما يعمل تريننج بالسوبرفايز داتا ده مش بيساعده, اللي بيساعده اكتر ان هو يدخل داتا اكتر, يعني بيعمل تريننج اوفر ماتش مور داتا از بيتر ذان سوبرفايز داتا. ولقى ان هو لما يستخدم اللانجوج موديل امبيدنج بس ده ما بيديش اكيورسي عاليه, ف بيستخدم حاجه اسمها باي دايركشنال ال اس تي ام اللي هو زي ما قلنا الفورورد لانجويج موديل والباكورد لانجويج موديل. بعدين 2018 طلعت بيبر جديده اسمها المو اللي هي عباره عن امبيدنج فروم لانجويج موديل,
دي نفس الفكره برضو، عباره عن كونتكستوال وورد فيكتور، بس في شويه اختلافات بينها وبين التاج الام. هما شالوا خالص الوورد ريبريزنتيشن اللي في الاول واستخدموا كاركتر سي ان ان. بس مش واضحه استخدموا كاركتر ليفل سي ان ان زي اللي كلف كان بيشرحها، كان مكتوب ان جرام، استخدموا ان جرام وشالوا الوورد ريبريزنتيشن خالص عشان يقللوا البارامترز بتاعه الموديل بتاعهم، وعملوا اكسباند للهيدن ديمنشنز خلوها 4000، بعدين بيعملوا بروجكشن ل 512 واستخدموا ريسيدوال كونكشن. الريسيدوال كونكشن دي زي اللي احنا شفناها في الفيجن، اللي هو بيبقى فيه الداتا داخله وبعدين عشان وهو بيعمل باك بروجيشن ما يخسرش الجريديان يعني، كان بيعمل كونكشن زي شورت سيركت كده اسمها ريسيديو كونكشن. الفرق بينه وبين تاج الام ان هي في المو هنا بدل ما يستخدموا التو بلاير خالص في الموديل، بدل ما يستخدموا التوب لاير خالص بس في الموديل، لا قالوا احنا هنستخدم كمان بقيه اللايرز الموجوده في ال اس ام بتاعهم. لا ان ده بيعبر عن الكونتكست اكتر يعني. فهنا دي الايكويشن، هو هنا بيقول ان هو هيستخدم الاول لايرز اوف باي ال اس ام الهيدن كلها، وبيدي لكل واحد ويت لكل ليفل، وبعدين بيعمل سميشن في الاخر، وبيستخدم جلوبال سكيلينج فيكتور. ففي الاول خالص بيرن الباي دايركشنال لانجويج موديل عشان يعمل يطلع بريزنتيشن للكلمه، وبعدين بيعمل فريزنج للويت، وبيكون كاتينيت الويتس الالم ويتس على التاسك اللي هو عايز يشتغل عليها. ف تاسك مثلا زي كويشن انسرنج سيستم هو بيعمل ايه؟ بيجيب الالم ريبريزنتيشن بتاعته برضو بيدخلها على الموديل بتاعه اللي بيعمل كويشن انسرنج او نيمت انتيتي ريكوجنيشن. والالم فايدته ان هو الكوميتيشن بتاعته اقل من التاج الام، والاكيورسي بتاعته كمان اعلى، ان هو بيستخدم الهيدن ستيتس بتاعه اللانجويج موديل بتاعته كلها، مش بيستخدم بس التوب ليفل. هنا دي الريزلت بتاعه المو، هي 1% accuracy أعلى من التاج LM، بس زي ما قلنا هو بيستخدموه في NLP tasks كتيرة. ده اللي خلى البيبر بتاعتهم مشهورة يعني، وخلى ليها reviews عالية. دي result بتاعت علمه على الـ SNI، ده Natural Language Interference. ده مثلا بيكون عندك 2 sentence، sentence A و sentence B مثلا، بيقول ان هي contradict sentence A. هنشوف مثال ده قدام يعني. ودي في الـ named entity recognition كانوا واخدين برضو accuracy اعلى يعني من الـ الحاجات اللي قبلها. في سكواد دي داتا سيت زي question answering، بيبقى فيه سؤال والاجابه بتاعته. و sentiment analysis دي اللي هي زي اللي احنا اشتغلنا عليها في الـ AI اللي هي تويتر، نعرف التويته دي مثلا بوزيتيف ولا نيجاتيف، كانوا واخدين برضو accuracy عاليه. ففكرته ان هو بيطلع word representation زي word to vec، بس تبقى احسن بكتير يعني من word to vec، يعتمد على الكونتكست. فهنا بيقول ان هو عنده 2 باي دايركشنال ال اس تي ام لايرز. اللور لاير بتبقى احسن في البارت اوف سبيتش تاجنج، والهاير لاير بتبقى احسن في الكويشن انسر. ده اللي هو لاحظه يعني لما جه يستخدم اللايرز بتاعته. فالناس بدات تفكر، طب احنا ليه ما نزودش عن ان تو لايرز بس؟ يعني ليه بنستخدم تو لايرز بس، ليه ما نزودش عن كده؟ ده اللي هنشوفه. كوف مثلا استخدمت برضو تو لاير باي ال اس تي ام، هي دي بيبر 2017، ما اتكلمش عليها في الفيديو قوي، بس هي فكرته ان هو جابت اكيورسي اعلى من جلوف. برضو نفس الفكره، بيستخدم تو لاير من باي دايركشنال ال اس تي ام ومعاها اتنشن، بيستخدم معاها اتنشن برضو. هي دي عموما كانت بدايه الماشين ترانزليشن يعني. اتكلم على unfit دي طلعت في 2018. الفكره بتاعتها ان هو بيبقى فيه بيج لانجويج موديل بيتعمل عليه بري تريننج، وبعدين بيعمل ترانسفير للليرند نوليدج دي علشان يشتغل على تاسك زي نيمت انتيتي ريكوجنيشن.
ففكرته بكل بساطة ان هو بيعمل بري تريننج الاول. الموديل بتاعه عبارة عن نيورال نتورك، ديب نيورال نتورك، عبارة عن 3 لايرز. بيعمل تريننج على الداتا سيت انليبلد في الاول زي ما كنا نعمل في الورتوفيك، وبعدين بيعمل فاين تيونينج بالداتا اللي هو بيشتغل عليها. التاسك بتاعه هنا كان تكست كلاسيفيكيشن، فبيعمل فاين تيونينج بالداتا اللي هو هيشتغل بالتاسك بتاعته، وفي الاخر خالص بيحول الماشين ليرنينج موديل ده لكلاسيفاير موديل، بيحول للتكست كلاسيفاير، بيشيل بقى السوفت ماكس اللي كان موجود في الفاين تيونينج، وبيزود هنا بيزود سوفت ماكس على الكلاس التكست كلاسيفاير بقى، اذا كانت الجمله دي بوزيتيف ولا نيجاتيف. فهنا في مثلا ذا بيست سين ايفر، ده داتا من اي دي اي بي دي ان، دي اللي هي بتاعت الفيلمز الافلام الريفيوهات اللي على الافلام، مثلا اذا كان الفيلم ده بوزيتيف، اذا كان الريفيو ده مثلا بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنا بينصحنا ان احنا نستخدم 1 جي بي لانجويج موديل، ونستخدم ديفرنت بير لير ليرنينج ريتس. دي حاجات يعني بتحسن الموديل، بتحسن الاكيورسي بتاعه الموديل، لان كان بيدي نصايح ان احنا البير لير ليرنينج ريتس تبقى مختلفه ونزودها مش تبقى ثابته. يعني دي الريزلت بتاعتهم في الاخر. هنا دي الايرور كانت واطيه 4.6 عن بقيه المودلز اللي كانت موجوده قبل كده. الناس بقى بدات بعد كده تفكر ان هي تزود برضو اللايرز زي ما قلنا. ففاست اي اي كانت التريننج بتاعها 1 جي بي يو، كانت تستخدم يوم واحد للتريننج، وبعدين طلعت جي بي تي اوبن اي اي كانت 240 جي بي يو ديز، وبعدين ظهر جوجل اي اي بيرت كانت 320 تي بي يو ديز. تي بي يو ديز دي بتبقى كومبيتيشنز اكتر يعني من الجي بي يو. وبعدين جي بي تي في 2019 طلعت برضو موديل كان معمول له تريننج على على مده طويله. يعني ده الاوتبوت ريزلت على الهيومن ريتن باراجراف، وده بتاع الماشين ريتن بتاعت الجي بي تي، جي بي تي 2 اللي هي في 2019 قريبه جدا من الهيومن، كانت الاكيورسي بتاعتها عاليه. فهنا ايلون ماسك قال ان هو الموديل بتاعه كويس جدا، فمش هيطلعه تقريبا، هيخليه مش هيخليه بابليك حاجه زي كده. ايلون ماسك ده اللي هو شغال على الاوبن اي اي، وجوجل اللي هم شغالين على بيرت. الصوت تمام يا دكتور؟ 100% 100% يا مصطفى. 100% تمام. فهنخش بقى على الترانسفورمر موديل، هنشرح بقى الترانسفورمر موديل عباره عن ايه. هو الفكره بتاع الترانسفورمر ان هم عايزين يعملوا حاجه اسمها باراليزيشن، دي عشان الجي بي يو. المشكله بتاعه ال اس تي ام ان هو كان بيشتغل سيكونس، كانت سيكونس موديل، فده كان بطيء جدا والكمبيوتيشن بتاعته عاليه. فالفكره ان هو ليه ما نستخدمش اتنشن مع الار ان ان، من غير الار ان ان. دي الفكره بتاعت الاتنشن. مثلا في الاول احنا كان عندنا ار ان ان موديل، كان عندنا مشكله ان هو كان بيحصل بوتل نيك في اللاير الاخرانيه، هي بس اللي بتعبر عن الجمله، بنستخدمها عشان نعمل ديكودنج للماشين ترانسليشن، يعني نحول مثلا من انجليزي لالماني. فزودنا اتنشن، دي اتشرحت قبل كده، عمر شريف شرحها ان هو بيزودوا اتنشن. الديكودر هنا بيبص على الانبوت اللي داخل وبيدي attention weight لل RNN. الفكرة بتاعت الترانسفورمر نفس الفكرة اللي هنا دي، بس هيشيلوا ال RNN، هيستخدموا بس attention. فالترانسفورمر idea is simply keep attention part and get rid of recurrent part. فده بيقلل الكمبيوتيشن بتاعتنا. بس ظهرت مشكلة في الترانسفورمر ان هو ما بقاش عارف مكان البوزيشن بتاع الكلمة اللي هو شغال عليها، فمنزود حاجة اسمها positional encoding. كل كلمة بتاخد position معين، هي تبقى layer هنا، يعني مثلا أول كلمة واخدة 001، تاني كلمة واخدة 010. دي فكرة الترانسفورمر عموما. التاسك بتاعها كان إن احنا نعمل machine translation with parallel corpus، يعني هيبقى في parallel computations بتحصل في الجي بي يو.
فده الموديل بتاعنا، بيبقى الانبوت داخل وفي بوزيشنال انكودنج بيحصل، بعدين بنعمل مالتي هيد اتنشن وبنعمل شورت سيركت يعني ريسيدوال كونكشن مع الانبوت، وبنعمل هنا سميشن ونورماليزيشن، وبعدين بتخش على فيد فورورد ونفس يعني بتكمل الموديل هنا. وما شرحش الموديل قوي الصراحه، بس يعني ده الموديل بيستخدموه، ده مثلا بيبقى بلوكايه كده بيستخدموها، بيزودوا بلوكات، يزودوا اللايرز بتاعه الترانسفورمر، كل ما بيزودوا اللايرز كل ما بيجيبوا ريزلتس احسن يعني. ففكرته بكل بساطه ان هو بيستخدموا اتنشن بس من غير الريكيرنت نيورال نتورك. هنا وحاطط لينك للجوبيتر نوت بوك واضحه جدا، كانت منزلها هارفارد يعني، فيها كود للترانسفورمر وازاي بيشتغل. فكره الترانسفورمر ان هو بيبقى عندنا كويري وعندنا كي، واحنا بنعمل دوت برودكت ما بينهم عشان نشوف السيميلاريتي ما بين الكويري والكي، وفي الاخر بنختار فاليو من الدوت برودكت ده. وهنا بيعمل سوفت ماكس يعني نفس اللي شفناه في الورد تو فيك، بس هنا بيشتغل على الكويري والكي. فلو عندنا مثلا كويري ده عباره عن فيكتور، بيشوف هو سيميلر لانه كي من الكيز اللي عنده، والكي ده بيختار فاليو معينه من الاتنشن ماتريكس اللي احنا دخلناها. فعندنا هنا الكويري والكي بتخش بيحصل ما بينهم ماتريكس مالتيبليكيشن، بعدين في الاخر بيعمل سوفت ماكس وبيدخل الفاليو معاها. فهنا بيختار بقى الفاليو، يعني هو خلاص جاب الكي بيختار بقى الفاليو اللي هيشتغل عليها. السيلف اتنشن والترانسفورمر عموما فكرته هو يعني ما دخلش في الديتيلز قوي في المحاضره، قال ان هي هتتشرح في المحاضره اللي بعدها، في محاضره كامله عن الترانسفورمر هيشرح فيها السيلف اتنشن. المهم ان هو هيستخدم مالتي هيد اتنشن، مش سيلف اتنشن واحده، مش لاير واحده. والبوزيشنال انكودنج قال ان هو هيستخدم هنا الساين والكوزاين، ساين للاود وكوزاين للايفن. هي دي تبقى فانكشن الساين بتعبر عن البوزيشن بتاع الوورد في السنتنس. هنا بيشرح البلوك بتاعت الانكودر، عندنا مالتي هيد اتنشن وتو لاير فيد فورورد نيورال نتورك، وبيزود ريليو كاكتيفيشن فانكشن، وفي ريسيدوال زي ما قلنا بين الانبوت والمالتي هيد اتنشن. فالانكودر بتاعه بيتكون من 6 ترانسفورمر، 6 بلوكات ورا بعض. ده الانكودر بتاعه، وقال ان هو كل ما بيزود اللايرز دي كل ما بيطلع باكيورسي اعلى. ده شكل الديكودر، بيبقى قريب جدا من الانكودر، بس زي ما شفنا برضو الانبوت والاوتبوت بيخش وبيحصل عليهم بوزيشنال انكودنج، وفي الاخر خالص بيعمل سوفت ماكس. هنا الريزلت بتاع الترانسفورمر كان جايب اكيوريسي عاليه. لما استخدموا ترانسفورمر اكس لارج، هنا استخدموا النمبر اوف بارامترز اكتر من الترانسفورمر العادي، لقوا ان الاكيوريسي بتاعت الموديل ده بتبقى احسن يعني. كل ما بيزود البارامترز عنده، كل ما بيزود يعني اللايرز بتاعت الترانسفورمر البلوكات دي ورا بعض، بيبتدي يجيب اكيوريسي اعلى. الفكره بتاعت بيرت ان هو في العادي اللي احنا كنا بنستخدمه لو احنا بنيجي نستخدم يوني دايركشنال كونتكست لانجويج موديل مثلا فيد فورورد، ده كان بيدي ريزلتس وحشه، فافتاج الام مثلا استخدمه فورورد لانجويج موديل وباكورد لانجويج موديل. البيرت فكروا ان هم يستخدموا باي دايركشنال لانجويج موديل على طول مره واحده، بس ده مش كويس. ليه؟ علشان الوردز كان سي ديم سيلفز، يعني هنا شايفين كلمه مثلا اوبن شايفه نفسها في الانبوت اللي داخل. فبيرت فكروا ان هم يحلوا المشكله دي ازاي، قالوا ان احنا هنعمل حاجه اسمها ماسكينج، هنعمل ماسك للكلمه وهي داخله، وبعدين نستخدم الباي دايركت، هنعمل ماسكينج 15% ونستخدم البيرت موديل عشان بريدكت الكلمه اللي موجوده هنا.
فده شكل الموديل بتاع علمه. زي ما قلنا كان في فيد, كان في باكورد لانجوج موديل وكان في فورورد لانجوج موديل, وبيعمل في الاخر كونكاتينيشن للريزلت. البيرت كان بيستخدم هنا ترانسفورمر بدل ما بيستخدم ال اس تي ام, قال ان هو هيستخدم هنا ترانسفورمر في كذا لاير من الترانسفورمر, وفي الاخر خالص بتطلع الريزلت بتاعته. بس مش عامل بقى اتنين موديل, هو هنا عمل موديل واحد بس باي دايركشنال, وكان بيعمل ماسكينج للانبوت. الاوبن اي اي جي بي تي فكرته ان هو كان زي بيرت كده بس كان بيستخدم فورورد لانجوج موديل بس, فده شيء مش كويس يعني, ان هو الاحسن ان احنا نستخدم باي دايركشنال لانجوج موديل. فهنا مثلا التاسك ان هو في سنتنس ايه, عايز يعرف السنتنس اللي بعدها دي بي تنفع ولا لا. فزمان went to the store he bought a gallon of milk, هنا دي تنفع ان هي تبقى next sentence, هنا دي ما تنفعش ان هي تبقى next sentence. هم كانوا بيدربوا الموديل بتاعهم على الداتا دي يعني. فالبيرت sentence pair encoding فكرته ان هو كان بيدخل الكلمة زي ما هي, بيجيب منها token embedding, وبعدين segment embedding دي بتعبر عن الجملة الأولانية sentence A, و والسيجمنت امبيدنج الثانيه بتعبر عليها باي بي, ده فيكتور, فكل جمله ليها زي فيكتور بيعبر عليه عنها, وليها توكن امبيدنج, وبيزود بوزيشن امبيدنج عشان يعرف البوزيشن بتاع الكلمه دي فين في الجمله, وده اللي بيدخله على الترانسفورمر بعد كده. فالترانسفورمر بتاع بيرت الموديل بتاعهم قال ان هم هيستخدموا 6 لايرز من الترانسفورمر يعني, وهيعملوا تريننج على الويكيبيديا والبوك كوربس, هيشغلوه على الداتا بتاعت ويكيبيديا والداتا اللي جايه من الكتب عادي. فهو عباره عن 12 لاير, احنا قلنا 6 لاير بس, كل لاير ترانسفورم بيبقى فيها 2 لاير من جوه, فهنا في 12 لاير وفي 768 هيدن لاير و12 هيد. البيرت لارج قال ان هو هيزود شويه اللايرز بتاعت الترانسفورمر, فوصل ضعف البيرت بيس, 24 لاير, 1024 هيدن لاير و16 هيد. وبعدين عمل له تريننج لمده 4 ايام على تي بي يو. في البري تريننج زي ما قلنا بيدخل سنتنس A, وبعدين يقسم يعني السيكونس اللي داخله سنتنس A وسنتنس B, وبيبتدي يعمل ماسكينج للانبوت اللي داخل. بعد ما بيخلص البري تريننج بيعمل فاين تيونينج. مثلا هو هنا كان شغال على داتا سيت بتاعت سكواد, عباره عن كويشن انسر بير, بيعمل فاين تيونينج بيها, وفي الريزلت بتاعته عباره عن ستارت واند اوف سبان, دي بقى في كويشن, بقى في سؤال داخل وفي باراجراف بيختار منها الاجابه بتاعته بدايتها فين ونهايتها فين. هنا دي ريزلت بتاعت بيرت, كانت 92%. لو جينا نشوف هنا التاج الام اللي احنا شرحناه في الاول كانت 91, بعدين المو وصلت 92, وبيرت جابت اكيورسي اعلى 92%, وبيرت لارج جابت 92.8. في حاجه ظهرت في 2018 اسمها فلير, دي تفوقت على بيرت, فكرتها ان هي بتشتغل على كاركتر ليفل لانجويج موديل. هنا هو حاطط ريزلتس للموديل بتاع بيرت. هنا مثلا دي الداتا سيت بتقول بتجاوب امتحانات which equipment will best simulate a mixture of iron filling and black paper. هنا في الاجابات هي بتختار اجابه من الاربعه دول, فكانت جايبه اكيورسي عاليه برضو في الداتا سيت دي يعني. ده شكل الاتنشن اللي كان موجود في الترانسفورمر. فهنا الجمله بتقول the law will never be perfect but its application should be just, يعني في هنا جملة موجودة هنا كلمة its بيشوف الاتنشن بتاعها بيعبر عن ايه, هل هي بتتكلم عن اللو ولا الابليكيشن. فاتنشن قال ان الاتنشن قال ان هي بتتكلم عن الاتنين دول اللو والابليكيشن. بيبتدي هو بقى طبعا يشوف هي مين اعلى, يعمل سوفت ماكس ويشوف مين اعلى في الاتنين دول, فطلعت ان هي لو. في الاخر خالص بقى بيحط هنا زي رسم جراف في الاخر بيشوف
البرفورمانس يعني بتاع جلوف عامل ازاي بالمقارنه باللي موجود دلوقتي بيرت. وبيقول ان احنا في الاخر وصلنا في ال NLP حاجه زي الفيجن كده، بنستخدم ديب نيورال نتورك زي ما قلنا، بس بدل ما يستخدم الكرنت بيستخدم ترانسفورمر، وبيعمل ديب لايرز من الترانسفورمرز دي، حاجه زي ريزنت كده اللي شفناها في الفيجن، وده اللي بيستخدموه حاليا. يعني احنا في الفيجن كنا بنجيب مثلا موديل زي ريزنت ونشيل التوب لاير خالص ونبتدي نشوف التاسك بتاعتنا ايه ونشتغل بالموديل ده يعني. فدلوقتي هم بيعملوا كده برضو، بيجيبوا مثلا بيرت وبيشيلوا التوب لاير السوفت ماكس خالص اللي فوق ويبتدوا يشتغلوا على التاسك اللي هم عايزين يشتغل عليه. لو جينا نشوف الكمبيوتيشنز بتاعت بيرت هنلاقي ان هي في البري تريننج يعني بتاخد كمبيوتيشنز عاليه جدا مقارنه بجلوف. احنا عارفين ان جلوف بنجيب الفيكتور زي ما هو ونستخدمه، انما في بيرت دي هنا الكمبيوتيشنز كانت عاليه. فاللي هم بيدوروا عليه دلوقتي حاليا يعني ان هم يجيبوا مودلز لل NLP، الابحاث كلها شغاله ان هو يخلوا الموديل ده سيمبل ويبقى الكمبيتيشن بتاعته اقل يعني. فسستين NLP 2020 دي كانت فكره الريسيرش اللي شغال دلوقتي، ان هم عايزين NLP الريسيرشز يدوروا على مودلز تبقى الكمبيتيشن بتاعتها اقل وفي نفس الوقت تبقى سيمبل يعني. لان اللي موجود دلوقتي في NLP ان في داتا سيتس موجوده وبيتنافسوا مين يجيب اكيورسي اعلى، بس مع الوقت المودلز بتبتدي تتعقد وتبقاش بسيطه يعني. فالفكره ان هم عايزين مودلز تبقى اسهل من كده وتبقى الكومبيتيشن ساعتها كمان اقل. طب ماشي، انا اسف انا بس النت عندي قطع، ممكن بس حته الابحاث دي تاني اللي هي بتاعه الكونفرنس اللي هو ايه معلش انا اسف. طب مفيش مشاكل، هي السين ان ال بي هو الفكره انا دخلت على الموقع بتاعهم بيقولوا ان هم عايزين الناس تعمل ابحاث تبقى ان ان ال بي يعني الموديل اللي هم بيستخدموها يطلعوا موديل جديده تكون الكومبلكس بتاعتها اقل ومور سيمبل يعني، الكومبيتيشن ساعتها تبقى اقل يعني. يعني نفس الموديل بس تدوره على كومبلكسيتي يعني. بالظبط، مش يعني مش نفس الموديل، انت ممكن تعمل موديل جديد مثلا قريب من بيرت وكده بس الكومبيتيشن بتاعته تبقى قليله. تمام، شكرا. يبقى ابسط في الفهم يعني. عفوا عبد الرحمن. ففي هنا موديل ده طلع السنه دي اسمه الكترا efficiently learning an encoder to classify token replacement accurately. فكرته ده هو بدل ما بيعمل ماسكينج للكلمه، لا هو بيشوف الكلمه دي حصل لها ريبليسنج ولا لا وبيشتغل على الكلمات كلها. يا فكرته كان في رسم بس انا نسيت، كنت جايبها من النت بس نسيت ازودها في البرزنتيشن. هي فكرته بكل بساطه ان ده اللي كان بيرت بيعمله، بيدخل جمله وبيبتدي يعمل ماسكينج لكلمات معينه وبعدين بيجيب الكلمه الاصليه يعني، بيبدل كلمه الماسك هنا التوكن ده بالكلمه الاصليه. لا هو هنا اشتغل على بيعمل ماسكينج برضو بس بيشتغل هنا بجنريتور. هنا الجنريتور ده بيطلع كلمه مشابهه مثلا الكلمه اللي اتعمل لها ماسكينج، وبعدين بيعمل ديسكريمينيتور هنا شغلانته ان هو بيبريدكت بقى اذا كانت الكلمه دي هي الاوريجينال ما اتغيرتش ولا حصل لها ريبليسي. ولقوا ان الكومبيتيشن بتاعته اقل من بيرت وان هو بيجيب اكيوريسي اعلى في وقت اقل يعني. هنا دي هنا في الاكس اكسس هنا الكومبيتيشنز الفلوبس اللي بتحصل، بيرت ما بيجيبش، وهنا في الواي اكسس الاكيوريسي. فبيرت بيجيب اكيوريسي عاليه بس الالكترا بتجيب مثلا اكيوريسي اعلى في وقت اقل، تحتاج تريننج اقل وكومبيتيشنز اقل. معلش انا كنت محضر كويس كنت محضر كويس المحاضره بس ما نمشي امبارح كويس يعني، فدي نهايه المحاضره يعني. لو في اي حاجه مش واضحه اساله، لو في حاجه عايزين نشرحها تاني برضو انا معاكم. تسلم مصطفى، شغل 100% يا شباب يعني. زي الفل يا مصطفى. لا شغل فاخر جدا. طيب تمام يا دكتور. زي الفل. لا مصطفى طلعت زعيم يا مصطفى برضه، انا كنتش واخد بالي منك كده. شكرا على المجامله دي يا دكتور. الله يكرمك. لا ازاي، ده شغل فاخر جدا. الترم ده بصراحه من افضل الترمات يعني، ان انا اشوف الفريق كله ناس ديديكيتد ومركزين ويعملوا احسن حاجه عندهم. ف
فمبسوط منكم جدا يا شباب. مش عارف هل ده بسبب ان احنا شغالين اونلاين يعني فالوضع عندك وقت اطول وبتحضر احسن ولا الكلام ده ملوش علاقه ولا ايه بالظبط؟ يعني احنا في المحاضره ما كانش التحضير بتاعكم بقى جيد قوي كده، اشمعنى هنا يعني؟ عشان بننام كويس دكتور. عشان ايه؟ ان الاونلاين مخلي مركزين في السلايدز اكتر فبيبقى الكونسنتريشن احسن يعني والشرح بيبقى احسن. طيب خير، عشان احنا دفعه مميزه يعني هو مقلل النويز بتاع الانفايرمنت ان جنرال يعني. الناس اللي بيخشوا يفتحوا الباب ويدخلوا ويقولوا لو النور مش مظبوط والنور أيوة. الحاجات دي كلها، ومثلا الوقفه او القعده. هنوقف الريكوردينج وبعد كده نكمل ديسكشن لو